سعيد، اهلا ومرحبا بكم مستمعينا في اسبوع جديد من كل وتمع عن الفقره اللي تتبغي لكم صحيحه. وبما ان الصحيحه تتبدا من التبصيل اللي قدامنا، فاكيد حنايا تنحلوا العادات الغذائيه المغربيه، نبينوا لكم ما هو جميل وايجابي فيها، وعلى العكس كذلك نبينوا لكم المساوئ ديال العادات اللي اكتسبناها في الغذاء ديالنا اليومي. اليوم معنا طبعا وكالعاده سي نبيل عياشي. صباح النور. صباح الخير لا سميرة، اش اخبارك؟ الحمد لله. اش اخبارك انت؟ كي داز الويكاند؟ الحمد لله. كملتي الحولي ولا مازال؟ مازال بشويه بشويه. اي بالمهل تيتكل الحولي. اذا الا لاحظتوا معنا مستمعينا، تنتكلموا كثير في الحصه ديال كل وتمع، تنتكلموا على التربيه الغذائيه، علاش، كيفاش، وشنا هي اهميه ودور التغذيه عند الطفل. هذا هو الموضوع ديالنا اللي نهار اليوم. يلا تنحيدوا الحليب، تنفطموا لو بيبي، فتتبدا هناك التربيه الغذائيه، اننا ما تنزيدوش الملح بزاف، تنحيدوا الدهنيات. لكن انا متاكده بان فاش تقول تربيه غذائيه السنه بالعياشي تتعني اكثر من ذلك. اكيد هو من بين الحقوق ديال الطفل، يعني الا دخلنا لمنظمه الصحه العالميه وشفنا حقوق الطفل، كاين هناك نظام الغذائي الجيد، هذا حق حق الطفل على الوالدين ديالو، كيف ما كاين هناك حق ديال الاسم، كيف ما كاين هناك حق ديال اللباس، كيف ما كاين هناك حق ديال التعلم، كيف ما كاين هناك حق ديال المجموعه ديال الامور، كاين هناك حق كذلك ديال الجانب الغذائي الجيد. فهذا حق خاص الطفل، انه يخص الوالدين انهم يطبقوه، خاصهم يعطيوه لولدهم. فملي تنهضروا على النظام الغذائي والدور ديال النظام الغذائي وأهمية النظام الغذائي عند الطفل، فهنا تبدا منذ الولادة، يعني من تخرج هذاك الرضيع تخرج الوجود النظام الغذائي، لأن الدراسات كلها تتبين وتتأكد على أن النظام الغذائي عند الرضيع تقدر يعطينا أمراض، تأثر على الكبر ديالو، تأثر لا بالنسبة للنمو ديال الخلايا ديالو، تأثر بالنسبة لظهور مجموعة ديال الأمراض، بالنسبة لظهور حساسيات، بالنسبة للقدرة الذاكرة ديالو، بالنسبة للجانب النفسي ديالو، مجموعة عوامل. يعني حتى الجانب النفسي كاين هناك علاقة ما بين طفل ولا رضيع خدا الحليب ديال الام ورضيع ما خداش الحليب ديال الام ديالو. فهنا ملي تنجيو نشوفوا هاد الاهميه عند الطفل، فالدور ديالها اشنو هو؟ تنعرفوا بان الاطفال عندهم مجموعه ديال 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 النقط اللي خصهم انهم يردوا لها البال. فمن بين هاد النقط هذه اللي خصنا نردوا لها البال عند الاطفال، فالنظام الغذائي عند الطفل او لا التغذيه عند الطفل، فتطلق بزاف ديال الحوايج. النقطه الاولى اشنو هي؟ النقطه الاولى، فشوف سميره نعطيك واحد المساله. ملي تكون عندنا شي حاجه فيها واحد الريحه مزيانه، اشنو تيبين هذا؟ تيبين على ان هذيك الحاجه جات من واحد البلاصه مزيانه. ملي تكون عندنا شي حاجه ماشي ريحه الطفل كابر بواحد الطريقه مزيانه، يعني ان النظام الصحي ديالو كان مزيان، الاساس كان هو هذا، كان مزيان. فهنا اذا التربيه الغذائيه، اسمح لي لقطعتك، ما تبداش من الفطام بل من الولاده. من الولاده، وحتى ربما ماشي غير من الولاده، راه حتى التغذيه ديال الام الحمل، في الحمل. غير حنا تنهضروا على اشنو تيدخل الطفل بطريقه مباشره. هنا الدور ديال التغذيه عند الطفل عندها ثلاثه ديال الادوار الرئيسيه. الدور الاول نهضروا على النمو، هناك نمو داخلي وهناك نمو خارجي ديال الطفل، يعني نمو ديال الاعضاء بشكل عام. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، كاين هناك الوقايه من مجموعة من الأمراض. النقطة الثالثة هي تفادي الأمراض. هذا الدور ديال التغذية عند الطفل. فمن تيجي الآن أنا نقدر الآباء مثلا تيقول لك الطفل ما تياكلش ليا. علاش؟ حيت حنا دائما تنبداو من الصغر، الطفل ما تينعش ليا، الطفل ما تيجلسش ليا، الطفل ما تياكلش ليا، الطفل ما تيبغيش يفيق ليا، إلى آخره. ولكن هذه الأمور الأخرى كلها تلقاو لها حل، وتنجيو حتى للنظام الغذائي وما تنعطيوش قيمه وما تلقاوش ليه حل. يعني انا الطفل مثلا، فتنعرفوا الطفل تيكون ملي تيكون صغير تيكون عزكم الله تيدير في حوايجو، من بعد تنربيو انه يبقى يمشي للمرحاض. فكيف يعقل ان في الجانب الغذائي ما تنعطيوش التربيه الغذائيه؟ ما كايناش هناك تربيه غذائيه عند الاطفال، لان ما يمكنش هذاك الطفل تيعطينا الله سبحانه وتعالى، هو ما عارفش، هو خابيه خاويه كما تنقولوا، حنا تنعمروه باش بغينا حنا. إلا أنت تتعطي واحد المثال سيء للطفل ديالك، أكيد أن الطفل غادي يمشي في هذاك النظام السيء. ولكن أنا تنقول واحد المسألة، خصهم الآباء يسمعوني مزيان لهذه النقطة هذه، لأن مسألة صعيبة شي شوية. شوف لا سميرة، هذيك أمانة تعطيها الله سبحانه وتعالى.
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذيك الامانه راه انت اللي مسؤول، لان من بعد واحد 15 سنه او من بعد واحد 20 سنه ملي غيجي هذاك الطفل وسيصاب بمرض من الامراض وغيلقى شنو السبب في هذاك المرض من الامراض، السبب ديالو شنو هو؟ هو النظام الغذائي ديالو اللي كان صغير وما كانش. ولكن سي نبيل عياشك، بزاف ديال الناس بزاف ديال الاباء والامهات تيقول لك وحنا كبرنا غير بالخبز واتاي والحمد لله حنا ما يا ريت لو اننا نكبروا غير بالخبز واتاي دابا. راه هذا هو المشكل. راه حيت يعني ما كانش الخيرات بحال دابا، ما كانش الفواكه موجوده بحال دابا، ومع ذلك يعني في علم التغذيه تنقول لك كيفو شيرشي لا كاليتي نو با لا كونتيتي. يا ريت، راه فرق كبير اختي سميره ما بين الخبز واتاي، الخبز ديال الشعير واتاي، وما بين هذوك التخريبيقات والتزريبيقات اللي تيداروا الاطفال وتياكلوهم وتيمشيو بهم للمدرسه. راه لا علاقه شتان بين وبين. راه لو ان الطفل ياكل غير الخبز واتاي ولا ما ياكلش، احسن من انه ياكل امور اللي غادي تفسد له الجسم ديالو. لان الان بدايه السنه الدراسيه، الهم الوحيد ديال الاباء اشنو هو؟ تيقلب على المدرسه ديال ولده، وشكون اللي غيقري ولده، مع من غيقرا ولده، فاش غيمشي ولده، منين غيجي ولده، كيفاش غيدير، الى اخره الى اخره. ولكن راه ما يمكنش ولدك يجيب نتيجه مزيانه الا ما كانش النظام الغذائي ديالو مزيان. علاش دابا الاساتذه كلهم المعلمين ديجا تهضر معاه تقول لك الاطفال ما بقاوش يركزوا سواء صغار ولا كبار، تقول لك ما كاينش حتى ما تيدوز ربع ساعه ثلث ساعه تبدا يتفوه. علاش؟ لان الجسم ديالو منخور داخليا، يا اما ما خداش الفطور، يا اما خدا فيه شي مصيبه. فهنا ملي تيجي ان يا اما ما خداش الفطور، يا اما خدا فيه شي حاجه اللي هي غير نافعه، ملي تيجي ان هاد الدور ديال التغذيه اللي عندها علاقه بالتحصيل الدراسي، اللي عندها علاقه بالخلايا الدماغيه، اللي عندها علاقه بالوقايه من مجموعه ديال المشاكل الصحيه، ما تيبقاش ما تبقاش التغذيه دير هاد الدور ديالها، اكيد غتولي دير نتيجه عكسيه. اشنو هي النتيجه عكسيه؟ تتولي التغذيه تتاثر سلبيا على الخلايا الدماغيه، تتوقايه من مجموعه ديال الامراض، تتولي هي مجموعه من الامراض. هنا بطبيعه الحال ما تنحققوش الهدف الرئيسي من الجانب الغذائي، وما تنحققوش كذلك الدور ديالنا كاباء في التربيه الغذائيه. للاسف دونك التربيه الغذائيه تتشوف انت سي نبيل عياشي انها خاصها تبدا اننا نعطيو المثل ضروري. ما يمكنش لا تنهى عن منكر وتاتي بمثله. راه ما يمكنش حد تقرا هذا الموضوع وتقول الدري ما يشربهاش، ما يمكنش انت ما تفطرش الصباح وتقول ولدك جلس تفطر، ما يمكنش انت ما شاريش العدس اصلا، ما عندكش في الدار واش تقول لولدك خاصك تاكل العدس غدا، واش نجيب لك العدس غدا تاكلو؟ راه ما يمكنش، ماشي هكا. تيخصني نعطي المثل، والتربيه ضروري، وهذه ربما انت غتكوني عارفه احسن من لي سميره، التربيه تيخصني نحيد شويه العاطفه، نحيد ما نربيش بالعاطفه. اكيد اكيد، لان لا ربينا بالعاطفه تنخرجوا على الدري. فكاين جوج المسائل، هم البرنامج الغذائي اللي كاين هذا الاسبوع، الا بغى الدري يحترمو يحترمو، ما بغاش يحترمو ما غنعوضولوش بحاجه اخرى اللي هي خايبه عليه. خاصو يجي الجوع، فاش غيجي الجوع راه غياكلو. الجوع ما حيت داير انا داكشي اللي مفرضو عليه هبط وغياكل معاك داكشي سدينا. ولكن ملي تجي انت حيت الخطا اللي تديرو الاباء شنو؟ غنتسناك تولد السي نبيل عياشي. غادي نتسناك ونذكرك بهذه الهضره هذه ان شاء الله. ان شاء الله. شوف الخطا اللي تيديرو شنو هو؟ هو تنشريو وتنخبيو في البلاكار وقربوا البلاكار، ما يمكنش. حنا تيسحبنا بان الدري راه مونيكا، راه جماد ما تيفهمش. الدري تيفهم وتيعقل ومطور وانتيليجون وتيفكر، راه من عام وعامين راه الدري تيرد البال. شايف هو بانك خرج معاك وشريتي ديك الحلوه تتسناه غير فوقاش يقول لك لا باش تعطيها ليه، سي نورمال كيف دير نو، سي نورمال يقول لك لا ما بغيتش ناكل. لان بطبيعه الحال انا ما تنهضرش اننا خصنا نكونوا غير صارمين مع الاطفال، انا قلت نعطيو المثال، يكون كذلك هناك حوار مع الاطفال، نشرحوا لهم نفسروا لهم. هذا هو الاهم تيظهر لي، خاص هناك تواصل ما بين الاباء والابناء ديالهم، يفسروا لهم راه الفواكه الجافه مهمه جدا لانها غتعاونك في القرايه ولدي، لانها الفكريه والبدنيه كذلك. هنا والدور كذلك كاين هناك الدور كذلك المدارس اللي خصهم كذلك يلعبوا هذا الدور مهم، يعني الاباء خصهم يفرضوا على المدارس انهم يعطيوا نظام غذائي جيد للابناء. وان كان انا ما تنعممش، ولكن ان كان بعض المدارس واخا تحترم البرنامج الغذائي الاباء ما تيبغيوش يحترموه، يعني تيقول لك وعلاش عطيتي لولدي اليوم غير العدس ولا عطيتيه غير اللوبيا، هو خصو ولدو دائما ياكل بطاطا مقليه في الزيت، هذيك هي الماكله المزيانه. فهنا يعني دور متكامل ما بين المعلم، ما بين المدرسه، ما بين الاباء، ما بين الاعلام، ما بين المجتمع، كلنا مسؤولين. لان علاش اختي سميره؟ راه بدينا تنشوفوا امراض، راه السرطان ما بقاش يجي الان في 70 سنه و 80 سنه، السرطان ولا تيجي في 30 سنه. راه سن الياس ما بقاش تيجي في 40 سنه و 50 سنه و 60 سنه، ولا تيجي في 30 سنه. راه داء السكري ما بقاش يجي من 50 سنه الفوق،
راه امراض القلب والشرايين راه نفس الشيء، راه هذه امراض مزمنه وعندها علاقه وتيده مع التغذيه ديالنا. هذا شبابنا، هذا هادو رجال المستقبل، راه ما يمكنش ان هاد الشباب هادو القدام. فاذا في النظر ديالك كيف ما تنربيو وليداتنا، تنقريوهم، تنعطيوهم دي برينسيپ في الحياه ديالنا، خاصنا نعلموهم كذلك كيفاش ياكلوا كيفاش يتغداو. انا بالنسبه لي التربيه الغذائيه تدوس قبل، راه شي ماشي اوروبا والغرب بشكل عام، راه ماشي غير جاو وداروا قانون تفرض على التلميذ ولا على الطفل انه ما يجيبش معاه امور غير صحيه للمدرسه، راه ما جاوش داروها هكاك، مادام دارت الا وان عندها شافوا بان الجانب العلمي تفرض عليهم باش تكون الصحه ديالها مزيانه. تبع المدارس هنايا في المغرب مشكوره، كاينين ترفضوا ان الوليدات يجيبوا معهم لي بيسكوي ولا شي حوايج. كاين مدارس اخرى تتلقى المدير هو اللي تيبيع داك الشيء، للاسف للاسف هنا ماشي الخطا ماشي ديالو، الخطا ديال جمعيه اباء واولياء التلاميذ هما اللي خصهم يفرضوا. الا كانت هناك جمعيه ديال اباء واولياء التلاميذ، لان هذا هو المشكل الان. يعني انا بالنسبه لي على سبيل المثال، اسمح لي لغداتك سي نبيل عياشي، مثلا نعطي مثال من حياتي الشخصيه. انا ولدي فاش تكلمنا في صباحيه الدوزام على الاهميه ديال الفواكه الجافه، وليت في الكوتي تنصيفط معاه شويه اللوز والزبيب، تيجي غضبان علاش الاخرين عندهم دي بيسكوي. يعني خاص الفائده تاعهم، خاص كلشي يدير فحال فحال. داكشي علاش نقول لك، لان هنا كاين الدور ديال الاباء، لان الاباء بعض الاحيان ما تنعطيوش اهميه الامور اللي هي رئيسيه. انا بالنسبه لي التغذيه عند الطفل مساله رئيسيه تدوز قبل كل شيء. ربما نقيد ولدي في مدرسه بعيده ب 10 كيلومتر على مدرسه اخرى اللي قريبه ليا، ولكن تما غياكل مزيان وهنا ما غياكلش مزيان، لان راه الجانب الغذائي، راه التربيه الغذائيه، راه شوف راه كاين هي الاساس ديال كل شيء. اما غتربيه في الجانب الغذائي باش تفادى مجموعه ديال الامراض، ومن بعد ان شاء الله 20 سنه ولا 15 سنه تكون انت مرتاح ويكون هو مرتاح وكل شيء يكون مرتاح، اولا غادي تمشي في الاتجاه الاخر وتما وجاد باش تداوي ولدك. لان اختي سميرة كاين حالات داويها صحيا ونفسانيا كذلك، شوف راه كاين حالات غادي تجي الغلظ عاوتاني مشكل اخر. تخيل معايا شاب ولا شابه شد الباك، دار قرا 4 سنين ولا 5 سنين، دار دبلوم مستوى عالي، يلا بدا يخدم، جاه سرطان ولا جاه مرض من الامراض لا قدر الله. اشنو الفائده كاع من ديك 20 سنه ديال فهنا. فالنظام الغذائي مساله رئيسيه، والتربيه الغذائيه مساله رئيسيه منذ الحمل. وانا تنعاود نقول، انا ما تنقولش الناس ما تاكلوش، ولكن نعطي لولدي بيسكوي ماشي 3 مرات في النهار، نعطي له مره في السيمانه، نعطيه حلوه ماشي 4 مرات في النهار، مره في 15 يوم، هنا ماشي مشكل. التربيه الغذائيه ثم التربيه الغذائيه، هذه هي رسالتنا في كل وسمع لي نهار اليوم وطيله هذا الاسبوع اللي غادي نتكلموا فيه على علاقه تتم على دور التغذيه في التحصيل الدراسي، لان هناك دور كبير جدا. وبغيت نقول للساده المستمعين، والله العظيم سميره جايب لنا التمر للاستوديو. بالصحه والراحه وصحة حتى انتم مستمعين اللي كنتوا على مائده الافطار. شكرا على حسن التتبع ديالكم، نتلاقاو غدا ان شاء الله في كل وسمع.